مرحبا بكم يا أعزائي، كيف حالكم؟ ماذا رسمنا في المرة السابقة؟ نعم، رسمنا الأرض العشبية. هل رسمتم أيضا معها الحيوانات الرائعة؟ لا تعتقدوا أن رسم الحيوانات صعب. أعتقد أن رسمكم بشكل مختلف يجعل هذا أكثر روعة. لذلك ارسموا كما ترون بأفكاركم، وبهذا نتساءل ماذا سيحدث في حكاية اليوم. لذلك هيا بنا نستمع للحكاية معا، ما رأيكم؟ صار البغبغاء والأسد معا بسلام، وبينما يسيران ظهرت أمامهما غابة في غاية الروعة، ووجد جدول مياه صغير. فقال البغبغاء: اشرب أنت أولا. وقال الأسد: لا، اشرب أنت أولا. وبينما كل منهما يراعي الآخر، بدأ يشربان الماء. وفي هذه الأثناء جاءت ماشين الزرافة والقرد من تلك الناحية. اليوم سنرسم الغابة معا. أولا في الأمام نرسم عشبا بشكل دائري، ثم نرسم شجرة واحدة بشكل كبير هكذا. وبعدها نرسم الجدول المائي الجاري. ولأن الأشجار في الغابة كثيرة، سنرسم عدداً من الأشجار. نبدأ بالتلوين. ونضع بعض النقوش للأشجار.
ونرسم العشب الأمامي باستخدام خطوط دائرية هكذا. ثم نرسم موجات هكذا. ونحاول تلوين الأشجار. نلون الشجرة الكبيرة بخلط مجموعة متنوعة من الألوان.
نجهز الألوان المائية. هكذا نجهز علبة الماء والفرشاة، ثم نبلل الفرشاة. ونبدأ بتلوين العشب الذي في المقدمة. وإذا أصبح الماء ناقصاً، نبلل الفرشاة، ثم نغمسها في اللون مرة أخرى. بعد ذلك نغسل الفرشاة ونلون الجدول المائي. نلون أيضاً باللون الأزرق الغامق. بعد ذلك نغسل الفرشاة ونغمسها لنلون العشب باللون الأخضر. Boop 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 boop.
نغسل الفرشاة مرة أخرى ونلون السماء. للسماء نمزج الألوان مع ماء كثير لتلوينها بنعومة. نقوم بتلوين العشب في الأسفل مرة أخرى بشكل داكن. وبالتالي اكتمل كل شيء يا أعزائي. لم يشرب الأسد أو البغبغاء أولاً، وكان كل منهما يراعي الآخر. ما أروع هذا! وأنتم أيضاً يا أعزائي، عندما يكون أمامكم شيء لذيذ لا تقولوا لا تأكل إن هذا لي، بل قولوا هيا نتقاسمها ونأكلها معاً. هذا سيجعل العلاقات بينكم أفضل وأجمل. والآن تطلعوا بفارغ الصبر للمرة القادمة، وأراكم قريباً. مع السلامة.